خليني كمان اخد معانا على التليفون سياده النائب طارق رضوان رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. اهلا بيك يا سياده النائب. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ ازاي الحال؟ كله كويس؟ الله يخليك. حاجتين الحقيقه بقى هسال عليهم المره دي، مره متعلقه بجلسه بكره مع الدكتور مصطفى مدبولي ان شاء الله، والحاجه الثانيه متعلقه بدور مجلس النواب وتحديدا لجنه حقوق الانسان مع اللجان المماثله في الاتحاد الاوروبي. نبدا بجلسه الغد. احنا معانا وقت؟ يا سلام، الوقت كله ليك يا طارق بيه. الله يخليك يا فندم. طيب، هو طلب الإحاطة الذي يعني يتم عرضه صباح غدا إن شاء الله، هو عدة طلبات إحاطة الحقيقة، واستنادا إلى المادة 212 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، تقدم زملائي وأنا معهم بحوالي 16 طلب إحاطة موجهة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاستجلاء عدة يعني أمور. الأمر الأول حجم التطوير وما تم من إنجازات في سيناء متمثلة في إنجازات الخطة الاستثمارية التي تم تخصيص ما يقرب من 6.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 للمشروعات في مجالات عدة، منها الزراعة والتربية والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات والإسكان وإعادة إعمار ما تم يعني استهدافه خلال الحرب على الإرهاب منذ عام 2013 وحتى وقت قريب. يمكن ده كان مخطط الدولة إلى إعمار شمال سيناء لجعلها بؤرة جاذبة للاستثمار الداخلي والإقليمي وقبلة للاستثمار الدولي، لأنه شمال سيناء منطقة يعني الحقيقة منطقة محورية جدا تتوسط بحرين، البحر الأحمر من الناحية الشرقية والبحر الأبيض المتوسط من ناحية الشمال، وطبعا هناك ضرورة لعمل خط ربط، وده اللي هيحصل في الخطة الاستثمارية القادمة أو الثانية لتعمير سيناء لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض على ميناء العريش، وايضا تكون ايضا بخط ربط اخر على ميناء الاسكندريه. عظيم. طبعا احنا بنتكلم على بناء خدمه مرفقيه تامه لاستيعاب او زياده حجم التجاره البينيه بين الشرق والغرب. كويس. ده من ناحيه، الناحيه الثانيه هو الوقوف على جاهزيه جيشي وسندي وعوني في سيناء تجاه أي تحديات تمس الأمن القومي المصري في الناحية الشرقية، وده أنا شفته أبان زيارتي مع دولة رئيس مجلس الوزراء منذ أسبوعين إلى العريش ومعبر رفح، وأيضا استعرضنا المشاريع التنموية اللي أنا ذكرتها لحضرتك. الأمر الثالث وهو المهم أو يمكن هو محور الحديث الآن هو يعني معرفة حجم المساهمات التي قامت بها مصر خلال اندلاع الحرب منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى يومنا هذا، أي بمرور 45 يوم وموجود شبابنا على حدودنا مع معبر رفح لتقديم جسر المساعدات الخاص بمواد الإغاثة لإخواتنا وأشقائنا في قطاع غزة. أما فيما يتعلق بمحاولة التهجير فهذا يعني ليس على الرادار المصري أو طاولة المفاوضات المصرية في أي من المجالات، لأنه إيمان الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية ليس نابعا من 45 يوم ولكن راسخا في وجدان الشعب المصري منذ ما يزيد عن 75 عاما، هي مرحلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويمكن احنا فقدنا العديد من الشهداء وقدمنا العديد من يعني أبنائنا تجاه هذه القضية، واستثمرنا الكثير من روافد الاقتصاد المصري تجاه الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأيضا إيمانا بدور مصر تجاه القضية الفلسطينية ك
عمود خيمة العرب والراعي أو الحاضن الرسمي للقضية الفلسطينية. عظيم جدا. طيب يبقى ليا نقطة أخيرة متعلقة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وتواصلها مع اللجان المماثلة في الاتحاد الأوروبي لعرض المأساة التي تحدث في فلسطين. يعني احنا منذ اندلاع الأزمة قامت لجنة حقوق الإنسان بعمل العديد من الاجتماعات الداخلية لأعضاء المجلس، ويمكن استتبع ده دعوة المراكز البحثية والنشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات الحقوقية التي تحدث في قطاع غزة، وأيضا دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللي الحقيقة ذهلنا من حجم الإسهامات التي تفضل بها هؤلاء الذين تم دعوتهم. جالنا مجموعة تقارير تصل عددها إلى 1600 صفحة موثقه بالصور والفيديوهات والتقارير الخاصه بهذه الانتهاكات. نقوم الان او قمنا باعداد تقرير مجمع لهذه التقارير، وخاطبنا العديد من المنصات منها الاقليميه ومنها الدوليه. الاقليميه متمثله في البرلمان العربي، وكان لنا لقاء خلال الاسبوع الماضي مع السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، وقمنا بتقديم له هذه التقارير، واللي بدوره بصفته رئيس للبرلمان العربي سيقوم بأخذ هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن ناحية أخرى سنقوم بعمل يعني العديد من الزيارات ودعوة العديد من البرلمانات في متمثلة في لجان حقوق الإنسان في هذه البرلمانات، وتحديدا البرلمانات التي تساند دولة الكيان المحتل ب يعني والتي أصاب حالة من العمى أو يعني صحيح. حالة من عدم الاكتراث بحجم الانتهاكات والإبادات الجماعية التي تحدث على أرض غزة. مع الأسف. يمكن سبقنا إلى الضغط على هذه الدول شعوب هذه الدول التي فطنت إلى حجم الانتهاكات والإبادات التي تحدث، وقاموا بالعديد من المظاهرات في واشنطن وفي لندن وفي باريس وفي العديد من الدول. اللافت للنظر أن بعض مواقف هذه الدول التنفيذية بدأت تتغير من السلبية المطلقة أو الدعم المطلق إلى دولة. تغيرت المواقف بتاعت الرأي العام الأوروبي. أنا بشكرك مرة تانية جدا جدا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.